فكان انا بالنسبه لي كنت بحب قوي الماتشات دي. الماتشات دي بتبقى فيها كابتن محمد وانت طبعا عصرت الحاجات دي. الماتشات دي جميله ولعلمك بتبقى سهله بالنسبه للعيب اللي هو جاهز بدنيا، جاهز فنيا، مركز، عامل حساب الماتش. الماتش دايما بالنسبه اللي زي عبد الله السعيد اللي شايفينه دلوقتي في لا، عبد الله ربنا وفقه النهارده والحمد لله، يعني برضو الكابتن حسام البدري اداله راحه كويسه، ريحه الماتش اللي فات وريحه يعني الفتره بين الماتشين اللي بين النصر والنهارده الزمالك، فكويس جدا ان هو ارتاح، لان فعلا عبد الله من اللعيبه الاساسيه في النادي الاهلي، لعيب مجهد اجهد، ماتشات ضغط ضغط ضغط. وبعدين النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها ماتش وماتش، النادي الاهلي كل ماتش محسوب، كل لعيب في النادي الاهلي بيمثل بيلبس الفانيلا الحمراء في النادي الاهلي غير عبد الله والناس كلها، الماتش محسوب عليه، ما حدش بيرحم حد، الجمهور مش هيرحمه. طب كابتن فوزي، استعدادا للقاء القمه، حضرتك قلت ان في بعض اللعيبه بتبقى عندها شد زياده، بيبقى عندها خوف، ازاي كنتوا بتقدروا تشيلوا الضغوط ديت وتشيلوا الخوف قبل خوض اللقاء؟ والله يعني احنا كنا يعني بقول لك ماتشات الاهلي والزمالك ما بتقدرش تدخل جوه اللعيب، بس احنا بنبقى مستعدين ليها. بالنسبه لماتش الزمالك عارفين ان الماتش قمه، عارفين ان الناس كلها بتتفرج عليه، ماتشات الناس بتتابعها، يعني حتى الانديه كلها التانيه بتتابع، بتسيب لو عندهم حتى ماتش افريقيا والشرق الاوسط كله بيتابع اهلي وزمالك دلوقتي، كله بيتابع طبعا في الوقت اللي احنا فيه ده، كله بيتابع كله بيتفرج. اللعيبه عارفه قيمه ماتش اهلي وزمالك، يعني قيمه الماتش اهلي وزمالك ده، حتى تلاقي اللعيبه بص يعني ممكن ضحكه بسيطه بتاع حاجات دي، بس في تركيز، عارف ان الماتش ده اهلي وزمالك ماتش جامد. يعني اتمنى لهم النهارده ان شاء الله ربنا يوفقهم، واللي عنده برد بقى واللي عنده بتاع برده، بس هي بتبقى انت وانت عارف ماتش الاهلي والزمالك زي ما بقول لك بتبقى جاهز بدنيا، جاهز فنيا، مركز، بتاعت يعني التوفيق ده طبعا بتاع ربنا انه بيبقى نازل بيعمل اللي عليه، بيسخن كويس. النادي الاهلي ميزته انه الدكه اللي بره، يعني تملي اي ماتشات اهلي وزمالك لو طلعت كده يا كابتن محمد، الدكه اللي بره بتعمل فرقه، التغييرات بتاعت اهلي وزمالك هي دايما وابدا فعلا ليه؟ الدكه اللي ممكن بره في فعلا. الاول الشده وبتاع كان الجماهير بتبقى موجوده في الاستاد، فبتعمل عمليه التسخين في الاول وبتاع، فبتخلي اللعيبه تعمل لهم روح عاليه، وكله بقى عايز يثبت وجوده وكله جاهز وبتاع. لما بيجي بين الشوطين بيبتدي بقى الشوط الثاني، بعض اللعيبه بتكون تعبت، الديفنس مثلا تعب شويه، التركيز قل شويه، النتيجه في صالح فرقه من الفرق، فاللعيب اللي بينزل بيفرق، قرا الماتش من بره، شاف الدنيا عامله ازاي، بيبقى جاهز برده زي ما قلنا، لازم يكون جاهز طبعا، مش ينزل وخلاص، ينزل وممكن زي ما كنا بنشوف عماد متعب طبعا والنجوم اللي قبل كده كلهم، بيفرق نزوله في الوقت اللي هو المناسب يخلص الماتش. نعم، فبرضو عشان كده بقول لك الدكه برضو كلها حاجات كان يعني بتؤدي. يعني على كلام حضرتك كان في احد اللقاءات ما بين الاهلي والزمالك في 78، تمام، وكان كابتن محمود خطيب كان ساعتها عنده اصابه وكان بقاله فتره مريح، وكان كابتن طاهر الشيخ، ونزلوا هما انا الاثنين كنت موجود معاهم محمد في البتاع وتابعت الموضوع ده، وفوجئت ان كابتن الخطيب دخل غير، ده هو كان قاعد بلبسه، دخل غير ونزل، فانا بقول لك هو ده اللعيب اللي هو الاهلي كسب 4-2، يعني الاهلي الماتش ده ما حدش ينساه طبعا، يعني انا قعدت اتفرجت عليه الماتش ده، ماتش ما حدش ينساه، وتوفيق ربنا جامد جدا، وان الكابتن الخطيب ينزل وهو مصاب، وهو كان فعلا كان مصاب، والراجل كنت احتاجه في الوقت اللي هو حس انه محتاجه، لانه ما كانش هينزله لانه كان شايف انه مصاب، فما كانش عايز ينزل، فاحتاجه في الوقت المناسب نزل. يعني اذا ماتش الاهلي والزمالك يحتاج للعيبه اللي بتصنع الفارق كابتن، طبعا يعني دائما طبعاً. وابدا عن يعني اللي بيخلص الماتشات دي اللعيبه اللي بتصنع، اصحاب المهارات الخاصه.